طيب زملاء، في عندنا نيل is a three-year-old boy from a traveling family referred to the radiatric day unit by the general practitioner out of our service. He was seen 4 days ago with a cough and fever and diagnosed with a viral upper respiratory tract infection URTI. الصوت واضح زملاء؟ ايوه. معناته نيل عمره 3 سنين، هو صبي جاء على الإسعاف، شافه دكتور عام، وقبل 4 أيام كان في عنده حرارة وشخصه انتان تنفس يعني. The following day he returned and was commenced on oral antibiotics. He is now complaining of tummy ache and has vomited once. باليوم اللي بعده أعطوه دواء صاد حيوي، كمس يعني بدأ على صادات فموية، وبعدين هلأ هو جاي عم يشكي من ألم بالبطن وراجع مرة واحدة. The GP is worried that he is becoming dehydrated and may have a urinary tract infection or intra-abdominal pathology. الطبيب العام قلق إنه الولد ممكن يكون متجفف أو في عنده التهاب مجاري بولية أو عنده مشكلة جوات البطن، ممكن شكل التهاب زايدة، التهاب معدة أمعاء، مشكلة كبدية إلى آخره. He has not been immunized, but there is no other medical history of note. هو ما ملقح بس ما في مشكلة تانية بخصها المرضية. Examination. Nail is miserable, flushed, toxic and febrile. يعني هو تعبان. Miserable يعني وضعه مزري وقلق وحالة انسمامية وسخنان. حرارته 38.8. Temperature is 38.8 degree with a capillary fill time of 2 seconds. هو على الثانيتين يعني على الحد، أكثر من ثانيتين بصير في عنده مشكلة بعودة زمن عودة الامتلاء الشعري. His pulse is 140 beats per minute. His oxygen saturation is 91% in ear and his blood pressure is 85/60. يعني الولد تعبان فعلا، حرارته مرتفعة، نبضه 140، الأكسجين قلق جدا، الأكسجين مخيفة 91، ممكن يدخل بقصور تنفسي أو مشاكل اختلاطات تنفسية. ضغطه نازل 85/60، هذا الضغط الحديث الولادة، هو لازم ضغطه 95 تقريبا على العمر هذا. He seems to be in pain. هو فعلا متألم، especially when he is coughs. لما بيسعل عم يتألم، ما فيه يكمل السعلة. And his respiratory rate is 48 beats per minute. هو 48 مرة بالدقيقة، طبعا كثير، 48 مرة بالدقيقة هو يعني مقبول لعمر الشهرين مثلا 3 ممكن. With nasal flaring، رفيف جناحي الأنف، أو أحيانا أنتم بتقولوا رقص قنابتي الأنف، يعني معناته عم يستخدم عضلات مساعدة، نفسه متسرع. هو تاكيبنيك يعني متسرع تنفس، تاكيكارديك يعني متسرع القلب، هايبوتنسيف يعني ضغطه نازل، feverish هو سخنان، هو low saturation not maintaining the oxygen saturation in your room، ما بيحسن يجيب الأكسجين بهوا الغرفة. There is dullness to percussion in the right lower zone posteriorly with decreased breath sound and bronchial breathing. في عنا أصمية لما عم نعمل قرع على زاوية الصدر الخلفية اليمنى، مع نقص بدخول الهواء والأصوات التنفسية مع أصوات قصبية. He seems reluctant to have his abdomen examined. Reluctant يعني إن هو مقاوم للفحص البطني، ما عبريد نلمس بطنه عم توجعه بطنه. But all sound are normal. بس لما حطينا السماعة على بطنه كانت أصوات الأمعاء طبيعية. عملنا له تحاليل، عملنا له CBC، طلع عنه عنده الخضاب 11.8، هيموغلوبين 11.8، وايت بلد سيل كاونت 25400، نتروفيل 20800. يعني هو ارتفاع البيض ليفت شيفت على حساب النترو العادلات، عادلات 20000، يعني نسبه كثير مرتفعه، موست لايكلي اكثر من 75% 80% من العادلات هي بتكون الكريات البيض. صفيحات شوي مرتفعه 467000، صوديوم نازل 126، البوتاسيوم نازل شوي 3.5،
يوريا طبيعي، كرياتينين طبيعي، جلوكوز طبيعي، سي رياكتيف بروتين كان 387 كتير كتير مرتفع، يعني حالة انسمامية فعلا. هاي صورة الصدر، صورة الصدر موجودة. What's the diagnosis here? What are the chest X-ray findings? What's the most likely causative organism? What complication may have arisen and how would you confirm it? This the step of Nail's management. So what your diagnosis for this case? ذات رئة قاعدية يمنى. Excellent. Most likely ذات رئة قاعدية يمنى هي بتعمل أعراض بطنية، ممكن حتى ما تظهر بسعال، ممكن ما تظهر حتى بمشكلة تنفسية، ممكن حتى يكون إصغاء طبيعي، ممكن ما تستصغي منيح، بس بالقرع كان في عنا علامات الأصمية بهذا المكان، ممكن يدل على dullness، ممكن عنا constipation بهذا المكان. ففعلا الحالة بدي حدا من بيناتكم متطوع بدي أسمع لغته بالإنجليزي، كل واحد يقرأ لنا مقطع. حكيم صرنا كتير ما قرأنا بالإنجليزي. يلا معلش، بتوقع لازم خلال الجلسات الماضية تعلمتوا شوي. طيب راح أقرأ. تفضل دكتورة. نيال تشيست إكزرلي شوز لوز أوف ذا ريت هيمين ديجرام ريت لوير زون كونسلديشن اند انورمال ريت هيرت border the chuck characteristic structures of rate lower lobe binioma lower lobe binioma should always be on the list of differential diagnoses for abdominal pain in children. نعم شكرا دكتورة. young children أملي والله إذا حدا بيكمل أحسن. طب حدا من زملائي تفضل لي يتبرع. أنا حكيم بقرا. تفضلوا تفضلوا دكتورة. وصلت يمكن على pain in children. Young children rarely localized pain, but observation should establish it. Whether they have pleuritic pain, they may have shallow breathing or may simply sit. They're still hardly moving that affected side. The most likely causative organism is streptococcus pneumonia. However, a diagnosis is rarely made from septum analysis because children tend to swallow their septum. positive children. بكفي؟ كفي كفي دكتورة ممتاز. يلا. Children in the United Kingdom are immunized against streptococcus pneumonia, but not all serotypes are covered. There is an emerging antibiotic resistance and also phyllid يعني غلط يمكن. Immunization may occur. Any immunized children with a positive sterile side and culture, e.g. blood
fluid and CSF should be investigated for an underlying immune problem, including an abscess or a swelling. Nails has hyponatremia. There are no pontus to assess sodium loss, e.g. jarrhea or significant vomiting. And ins are, I think ins, the most likely cause in the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH, a non-association with pneumonia. The hyponatremia is dilation. First, the result should be confirmed. Taking blood from children can be difficult and unexpected result should be repeated. At the same time, urine should be sent for osmolality and sodium levels. Histidium osmolite is calculated as follows. اوكي دكتورة. شكرا جزيلا. ممكن حدا يترجم لنا اللي قرأه الدكتورتين او هني مثلا. Hakim, nails chest x-ray should lose of the right hemidiaphragm. يعني صوت صدر للنيلز بتبدي بس hemidiaphragm إيش كانت؟ هيجرام ديفراغ. إيه. الحجاب يعني. تمام. يعني أظن إنه كانت تظهر نقص بسوية الحجاب الحاجز أو هيك شيء يمكن؟ أيوة يعني قصدك أنه تمحي حدود الحجاب الحاجز؟ إيه بالضبط. نعم. Right lower zone consolidation and a normal right heart border. كما كان في إمحاء للور زون الأيمن وكان في إمحاء لحدود القلب اليمنى. The characteristic feature of the right lower lobe pneumonia, يعني ال كان شيء المرض الظاهر إنه في نمونيا بال الفص السفلي الأيمن. Lower lobe pneumonia should always be on the list of differential diagnosis for abnormal pain in the children. يعني دائما احنا لازم نفكر بنمونيا بالفصوص السفلية بالرئة عند كل طفل بيعاني من ألم بألم بطني. Young children rarely look lazy pain, but observation should establish how they have pleuritic pain. الأطفال نادراً ما إنهم يشكوا من ألم موضعي. نعم. But observation should establish whether they have pleuritic pain. بقى هون يعني في مثلاً مصطلح establish ما يعني ما فهمته ما عرفته. نعم. بس إذا ترجم. نعم. شو ممكن يكون؟ حدا من الزملاء بساعدنا؟ بس حدا يترجم هاي الجملة.
هذا من زملاء ساعتنا. أكيد من عند الأطفال الصغار young children. الأطفال الصغار نادرا ما يكون لديهم ألم موضع، لكن يلاحظ it perish wither. بصراحة ما بعرف هاي الكلمة إيش ترجمتها. على أي حال they have periodic pain، ألم جنبي. they may have shallow breathing أو التنفس سطحي أو قليل العمق، or may ربما simply سطحي. sit very still. hardly إنه بس تحرك بصعوبة the affected side. حركات الصدر يعني بتكون بصعوبة أو أيوة. أتابع حكيم ولا تابع في بعض الكلمات لأنه ما عرفت شرحهم. معلش دكتور، مش عارف بعض كل كلمة بالضبط، ممكن تقرب تقريب وتقارب وتسدد. تمام حكيم. The most likely causative organism is Streptococcus pneumonia. الأشياء أو الـ likely. أيوة. العضو is ذات رئة بالعقديات. نعم. However, على أي حال, a diagnosis is rarely than نادرا made from symptom analysis. Because children, ما صراحة حكيم ما بعرف ترجميها هاي. طيب، حدا من الزملاء بحسن سعاد الدكتور كمان بدي مشاركة الكل إذا في مجال واحد تلو الآخر يعني.
طيب زملاء، راح أحاول أترجم الموضوع، وبتمنى من حضرتكم كمان تحاولوا تشاركوا أكثر. أبدأ الشغل خجل يعني. شكرا للدكتورتين والدكتور اللي قرأوا والزملاء اللي قرأوا. جزاهم الله خير. Nail's chest X-ray shows loose of the right hemidiagram. Hemidiagram يعني إنه حدود الحجاب الحادث اليمين يعني غائبة، يعني هون وين حدود الحاجب؟ واضح شيء بسيط، يعني الكثافة شو عم تعمل؟ عم تاخذ أو تغطي حدود الحجاب الحاجز. Right lower zone consolidation and a normal right heart border. يعني حدود القلب اليمين واضحة كلها ما بتغطيها. The characteristic features of right lower lobe pneumonia. هاي مظاهر ذات رئة فصية أو ذات رئة بالفص السفلي الأيمن. Lower lobe pneumonia should always be on the list of differential diagnosis for abdominal pain in children. دائما لازم نعيف ونحط ببالنا keep in mind إنه ذات الرئة للفص السفلي الأيمن هي أحد أسباب الألم البطني. ممكن حتى الألم البطني يكون أعراض زايدة ويكون السبب مو زايدة، التهاب زايدة، وإنما ذات رئة. Young children rarely localized pain. الأطفال الصغار عادة ما بيكون ألم موضع. But observations should establish whether they have pleuritic pain, they may have shallow breathing, or may simply sit very still. يعني الأطفال الصغار لازم تتم مراقبتهم، ونبدأ بصورة أساسية نراقب إذا هذا الألم جنبي ولا لا، وهل بيترافق مع تنفس سطحي. التنفس السطحي وعدم مقدرة على السعال بسبب الألم، الألم سببه ذات الرئة. فبالتالي حتى الولد بحاول إنه ما نحركه من طرف لطرف. The most likely causative organism is Streptococcus pneumoniae. أشيع سبب لذات الرئة الفصية عند الأطفال في هذا العمر هو العقديات الرئوية Streptococcus pneumoniae. However, the diagnosis is really made from sputum analysis because children tend to swallow their sputum. التشخيص صعب كتير بفحص القشع، لأن الولد بيبلع القشع وبعدين ممكن يسعل ويستفرغ ويراجع القشع أو يسهل بالغلط. Blood cultures may be positive. إذا عملنا زرع دم ممكن يكون إيجابي لستريبتوكوكس نيمونيا. Children in UK are immunized against streptococcus pneumonia, but not all serotypes are covered. بالمملكة المتحدة بريطانيا بيتم تلقيح الأطفال ضد المكورات الرئوية، لكن ما بيغطي كل السيريوتايب، لأن في عندك مثلا البي سي في 13 و 27 و 23 إلى آخره. There is an emerging antibiotics resistance and also failed immunization may occur. ممكن يكون في عنا مقاومة للصيدليات الحيوية، وممكن يكون عنا في عدم نجاح اللقاح بإحداث مناعة عند الطفل. Any immunized child with a positive sterile site culture blood pleural fluid CSF should be investigated for underlying immune problem. الولد الملقح اللي بيطلع عنده إيجابية زرع الدم أو الجنب أو سائل الدماغ الشوكي إيجابية للستريبتوكوك لازم تستقصى الحالة المناعية، قد يكون مضعف أو مثبط مناعيا، ممكن يكون في عنده كمان غياب للطحال. هلا في عنا لاحظنا الصوديوم نازل عند الولد، نقص الصوديوم بذات الرئة والإنتارات الرئوية هو شائع، هو بوجه أكثر للمشكلة الرئوية. There is no pointers to exceed sodium loss. ما عنده إسهال، ما عنده أقياء جدي، راجع مرة واحدة بس، أقياء مرة واحدة ما بنزل الصوديوم. طب ليه نزل الصوديوم؟ صوديوم الدم نزل بسبب ذات الرئة. طب ليش؟ And hence the most likely cause is the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. السبب هو SIADH, a known association with pneumonia. ذات الرئة تترافق مع متلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد للإدرار، فبحمي السوائل فبصير نقص صوديوم تمددي. The hyponatremia is dilational, تمددي. First, the result should be confirmed. Taking blood from children can be difficult and
unexpected results should be repeated. لما طلع معك الصوديوم نزل بهالدرجة هي يعني مثل ما أنا شايفين هون، فممكن أنت تستغرب تقول الموضوع 126 يعني ممكن تسوي اختلاج، فممكن تعيد العينة مرة تانية تسحب دم مرة تانية. At the same time urine should be sent for osmolality and sodium levels. تبعت عينة بول مشان تحسب أزموليت البول، ترجع تحسب أزموليت المصل. His serum osmolality is calculated as follows. الأزموليت المصل 2 ضرب الصوديوم زائد بوتاسيوم زائد اليوري زائد السكر بتساوي 266. شايفين نزلة طبيعي بين 278 و305. Normally a fall in serum osmolality would suppress any diuretic hormone secretion to allow exertion of excess water as dilated urine. بالشكل عام انخفاض أزمولية المصل يثبت إفراز الهرمون المضاد للإدرار. في متلازمة إفراز الهرمون المضاد للإدرار urine osmolality is inappropriately high. تكون أزمولية البول مرتفعة بشكل غير طبيعي أكثر من 320 ملي أزمول على الكيلو. And urine sodium is usually more than 40 ملي مول per liter. Unlike hypovolemic status where it is less than 20. يعني هون أزمولية البول عفوا صوديوم البول بكون أكثر من 40. ليش؟ لأني هون أنت الولد ما عم بول يعني عم بنحبس البول، فبينزل البول مركز. مركز معناته الصوديوم فيه مركز. إلا بحالات اللي بيكون فيها نقص الحجم الولد، هون ما عنده نقص حجم بيكون البول أقل من 20، هي صوديوم البول أقل من 20. إذا بعض العلامات بعض الخطوات في التدبير، لازم الأكسجين الإشباع بالأكسجين أكثر من 92 بهواء الغرفة، لازم نعطي مسكن ألم جيد حتى نعالج الألم الجنبي، لازم نعطي تصدات حيوية مثل طبقا للمعايير المحلية أموكسيسيلين وريدي، نعمل تحديد للسوائل لتلتين الحاجة. فإذا كانت حاجته 100% بهالعمر نعطيه التلتين يعني تقريبا 66% ل 70% حتى نحاول نقلل من الحجم المتمدد أصلا ونحاول نصحح نقص الصوديوم. بالنسبة لتوازن السوائل لازم يكون توازن سوائل مناسب، ونزين الولد مرتين باليوم عشان نشوف إذا بيزيد وزنه ولا بينزل حسب السوائل اللي عم نعطيها. طبعا المكورات الرئوية بالتهاب الرئة بذات الرئة الفصية أشياء اختلاط هو انصباب الجنب، فممكن يتطور عند الولد انصباب جنب. إذا كان في شك تطلب أنت إيكول الجنب مشان تشوف هذا الشيء موجود ولا لا. وإذا كان في عندك انصباب جنب فممكن أنت تطور عندك انصباب جنب قيحي اسمه إميبيما، فهون بدك تزيد قوة الصادات الحيوية، ممكن تنتقل للفينكومايسين أو كليندامايسين أو حتى تنتقل لتازوسين أو حسب الشيء الفعال عندك في المكان اللي عم تشتغل فيه. انصباب الجنب إذا كان شوي كبير ممكن تعمل chest tube insertion، تدخل chest tube يعني تفجير صدر مغلق تحت الماء باللغة العربية، كلمة تفجير صدر مغلق ما هي كويسة. إذا كان في انحراف للمنصف كمان هذا بيكون معناته انصباب كبير فلابد من التداخل عليه. هالوقت هذا الولد هون بيفقد شهيته، ممكن ما يتغذى منيح، ممكن ينزل وزنه. فهون أنت ممكن تركب NG tube، ممكن تعطي للولد حليب أو كوكتيل أو شربات أو عصير أو بروتينات عن طريق الانجي تيوب. بعد ما تخرج الولد لازم تعمل له جدول مكتوب مناسب حتى ياخذ اللقاحات بشكل كويس. صورة الصدر ممكن ترجع تعيدها بعد 6-8 أسابيع خشية حدوث انصباب، عفوا عدم تطور عدم تحسن الانصباب أو عدم تحسن الحالة السريرية أو تطور انخماص الفص الرئوي. أو ممكن يكون في عندك كمان يعني وجود جسم أجنبي أنت ما اكتشفته بالبداية. الشغلات المستفيدة من الحالة السريرية، دائما إذا في عندك ألم بطني حاد عند الأطفال فكر بذات الرئة الفصية السفلية، ذات رئة للفص السفلي يمين أو يسار. إذا كان في عندك فشل للقاحات رغم أن الولد ملقح وبصير عنده ذات رئة متكررة أو ذات رئة فصية بنفس المكان أو ذات رئة بالفص الأوسط الرئوي الأيمن، فشك بمشكلة مناعية عند الولد أو استنشاق جسم أجنبي. هاي الحالة السريرية هامة جدا،
وكثير بصراحة مصادفة، بنروح نحو ايكوال باتون بطلع ما في شيء، الدم بولي بطلع ما في شيء، وما نفكر بالصدر، فهي بتروح من بالك. فأنت حتى تكون طبيب ناجح في شايفك هالحالة هاي بدل أن أنت طبيب ومارس وناجح وقارئ كويس، أنه ذات الرئة عند الأطفال هي ممكن تكون ذات الرئة هي بتجي على شكل التالي. بهالعمر هذا الولد ما بيسعل، ما عنده سعلة ولا عنده بلغم ولا عنده ضيق نفس حتى، بس ممكن عنده حرارة وألم بالبطن، بتشك بالتهاب الزايدة، بتشك بالتهاب المعدة والأمعاء، التهاب كولون، وتشك بالتهاب مجاري بولية، بس بجوز ما تشك بذات الرئة، فبتروح منك الحالة. مشكلة كبيرة إذا رحت الحالة، هالحالة هي خلال 12 ساعة ل 24 ساعة ما دخلت على المشفى ما أعطيت تصدات وريدية، ممكن يصير انسباب جنب، انسباب الجنب ممكن يعمل خماص، ممكن يعمل قصور تنفسي يدخل على المنفسة، فلازم تنتبه للحالة. في سؤال زملاء لحد الآن؟ في سؤال زملاء؟ الصوت مسموع؟ ايه تمام، ايه مسموع. طيب ناخذ استراحة 5 دقائق ونرجع نكمل الحل بعدها.
السلام عليكم زملاء، مرحبا. بناء على طلبكم أخذنا استراحة 5 دقائق حتى تتنشطوا مرة تانية. رح نكمل المحاضرة في الحالة التاسعة. teenager with chest pain، مراهق عمره 13 سنة عنده ألم بالصدر. Fabio is a 13-year-old boy who presents to outpatients with a 6-month history of chest pain. صوت واضح زملاء بس بعد إذنكم أكدوا لي. صوت واضح؟ يا حكيم الصوت واضح. أشكركم دكتورة. الشاشة مشاركة معكم؟ أي تمام. تمام. The pain can occur at rest or an or on exercise and is central with no radiation. فابيو عمره 13 سنة، أجا على العيادة عنده قصة ألم صدري من 6 شهور. الألم بصير على الراحة وعلى الجهد، وهو الألم مركز مركزي لا يتشعّع لا ينتشر. It lasts for up to an hour. بضل عم يوجعه ساعة. He occasionally gets palpitation after exercise. أحيانا يكون في عنده خفقان بعد التمرينات. Which he describes as regular. والتي وصفها أنها تحدث بشكل منتظم. The pain isn't accompanied by light headedness. And he has never fainted. Faint يعني أنه ما طب، ما بيقع بعد الـ يعني الألم لما بصير في عنده. فالألم ما بصير يعني مع إنه مع مشاكل بالرأس أو مشاكل بالدوار أو مشاكل بتترافق مع إنه بيغيب على الوعي أو إنه بيقع بالأرض أو بيطب. He has no respiratory or gastrointestinal symptoms. ما عنده علامات تنفسية ولا علامات لا هضمية. He had asthma as a child and has a salbutamol inhaler at home. هو عنده ربو وعنده بخاخ سالبوتامول بالبيت. But has had no symptoms in the past few years. ما عنده أي علامات خلال السنوات القليلة الماضية. There is a family history of hypertension and his grandfather died of myocardial infarction a year ago. أبوه توفى باحتشاء عضلي قلبية من سنة. العائلة عندهم قصة ارتفاع توتر شرياني ضغط يعني. Examination. His pulse is 86 beats per minute, which is regular. His blood pressure is 124/82 mmHg, and his heart sound are normal. النبض 86، ضغطه 124/82، شوي مرتفع. وأصوات القلب طبيعية. There is no hepatomegaly, ما عنده ضخامة كبدية. Femoral pulses are palpable and his chest is clear. نبض الفخذي مسوس كويس، ما عنده ضخامة كبدية وصدره نظيف. His peak expiratory flow rate, the peak flow, 460 liter per minute. Fabio's height is 1.62 meter. طوله 162، عمره 13 سنة، طوله كويس. البيك فلو يعني معدل الجريان الزفيري الأعظمي 460 طبيعي، بين 320-570 لطوله طبيعي. On palpitation there is no chest wall tenderness. يجس الصدر ما عنده علامات لا إلام صدري. What's the most likely diagnosis and what's his differential diagnosis? What treatment do you suggest? شو هو تشخيصه؟ شو التشخيص التفريقي؟ شو العلاج اللي انت بتقترحه؟ تفضل الزملاء، غير الزملاء اللي شاركوا بالمرة الماضية إذا في مجال مشان نشاركوا كل الزملاء. هلا ممكن يكون ألم جداري المنشأ. نعم ممتاز. أيضا what could be okay. شو ممكن كمان يكون أو التهاب الغضروف التهاب الغضروف. نعم ممكن يكون رضع الصدر مثلا. ممكن رضع الصدر.
ممكن يكون مجهول السبب. ممكن إذا عنا صعوبة. شو بتعطوا علاج؟ إجي عندكم العيادة شو بتعطوا علاج؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور حسام، تفضل. نعطي مسكنات. What else? What else? What's your plan for management and treatment? حكيم ممكن نعطي مسكنات لتخفيف الألم مثل استامول أو إيبوبروفين. طيب برافو برافو. طيب فابيوس most likely diagnosis idiopathic chest pain، إذا ألم مجهول السبب. بس هون نحن لازم ننفي كثير شغلات حتى نقول ألم مجهول السبب، صح؟ by discarded كثير شغلات. الصوت واضح زملاء؟ إيه حكيم واضح. طيب هون ليش ما عملوا صورة صدر؟ طيب ممكن مين حدا يقول ليش ما عمل صورة صدر؟ لأني شفت الفحص السريري كان كويس، صح؟ أكيد حكيم ما راح بالتشخيص، يعني الأكيد للألم الصدر أكيد ما هو راح تكون صورة الصدر، بس ننفي آفات تانية أنه ممكن تسبب ألم. ممكن نطلب صورة صدر بعدين بصراحة، معك حق دكتورة. طيب إذا This is one of the commonest causes of chest pain in children. هو خاصة عمره 13 سنة. في شيء عندنا نحن شيء اسمه نفسي. Psychological chest pain, which may be a replication of the pain his grandfather used to have, and may be secondary to various stresses such as pollen, is a further possibility. يعني هو ممكن عم بقلد أبوه من ناحية نفسية لما أبوه توفى بحشرة عضلية قلبية، أو جده عفواً يعني. عنده كان مشكلة والله دائما صدري عم يوجعني أو كذا، فممكن يكون نفسي المنشأ يعني، أو نتيجة الستريس والشدة عم يقع تعرض لها بالمدرسة أو أي شيء ثاني ممكن نستقصي عنه. Costochondritis اللي أنتوا قلتوا عليه حضرتكم هو التهاب الغضروف. It's due to inflammation of the cartilage that connect to the inner end of each rib with the sternum. في نهاية كل ضلع عم بيجي اثناء اتصاله بعظم القص في غضروف، الغضروف القصي، ممكن يكون هذا التهاب. فهذا كمان سبب شائع ما بننسى. There may be a tenderness on palpitation of the cartilage، بس اذا احنا عملنا جس للغضاريف القصيه فبصير في الم، اذا ما في الم معناته غالبا ما في هالشيء هذا. The anterior chest wall and if the pain may be worse in movement or coughing. هذا ممكن يكون بيزيد الالم اثناء الحركه او اثناء الحركة أو أثناء السعال. The cause is unknown and this condition is self-limiting. ممكن يكون هذا هو السبب، غير معروف السبب الأساسي، ولكن ممكن تكون حالة طيب الحالة نتيجة التهاب الغضاريف الضلعية، والعلاج هو بروفين بنتيجة يعني. The lack of respiratory symptoms and signs with the normal peak flow would go against a respiratory cause. غياب العلامات التنفسية ووجود بيك فلو طبيعي يقف حائلا ضد السبب التنفسي. بيك فلو is related to high and charts with normal values exist. يعني ممكن يكون عندنا هنا البيك فلو متعلق بالطول كويس للولاد وكان عم يرفخ كثير كويس وطبيعي ضمن الرينج. Children have to be 5 or more years or age and older to perform this test in an effective and consistent manner. يعني لازم يكون عمره 5 سنين واكثر حتى يكون الاختبار هذا صح، سبيرومتري يعني. And normally the chest or normally the best of 3 readings is obtained. نعمل ثلاث محاولات، افضل محاوله بنقول هي صح وبناخذ عليها مقياس.
انتقالا لذات الرئة الإنتانية with pleuricity is a common cause of chest pain that is typically worse in aspiration. تقول الولد خد نفس، إذا أخذ نفس الولد شهيق عميق وصار في ألم بصدره، ألم صدري زاد، فهذا بدل على ذات الجنب أو ذات الرئة. In the case of pneumothorax, the pain is sudden and is associated with shortness of breath. إذا كان في عنده ريح صدرية حتى لو كانت غير ضاغطة، فالألم الصدري يكون مفاجئ بترافق مع قطع النفس، ما فيه إنه يكمل نفسه. A severe cough due to any cause may lead to mucoskeletal chest pain. السعال الشديد قد يكون بسبب أي شغلة إلها علاقة بالألم العضلي الهيكلي الجداري. The lack of gastrointestinal symptoms such as vomiting would go against gastroesophageal reflux. غياب العلامات الهضمية مثل الأقياء يقف حائلا ضد القلس المريئي المعدي. Cardiac disease is a rare cause of chest pain in children. غالبا المرض القلبي الداء القلبي هو سبب نادر للألم الصدري عند الأطفال. The palpitation Fabio describes are probably secondary to tachycardia during exercise. لما الولد عم بيلعب رياضة تسرع نبضه، لما تسرع نبضه صار في عنده خفقان، ما في مشكلة. تشخيص تفريقي الرد مثل ما قلتوا زملاء، مثل كسر ضلع، exercise, overuse injury، ممكن يكون نتيجة التمارين صار في عنده رد وصار في عنده أذية. idiopathic مجهول السبب، psychological anxiety القلق، costochondritis التهاب الغضروف الضلعي، النمونيا with the pleural involvement التهاب الرئة ذات الرئة مع أذية الجنب، أزمة severe cough، pneumothorax reflux esophagitis التهاب المري بالقلس، sickle cell disease with chest crisis and pneumonia داء الخلية المنجلية مع الرئة ذات الرئة أو بدونها، أسباب النادرة pericarditis التهاب التامور، angina الخناق الصدري from severe aortic stenosis تضيق أبهري شديد، and osteomyelitis ذات العظم النقي أو tumor أو في عنا ورم. Fabio and his family should be reassured. لازم تطمنهم وتقول لهم أن البروفين could be used on an necessary basis for its analgesic and anti-inflammatory properties for more prolonged about bouts of pain. إذا صار في عنده ألم أكثر بياخذ بروفين. It should be reviewed in about 2 months to monitor progress. بعد شهرين بيجي مراجعة على العيادة مشان نشوف إذا في شيء جديد. النقاط المفتاحية: chest pain in children is often idiopathic. ألم الصدر عند الأطفال غالبا مجهول السبب أو نفسي أو عضلي هيكلي. Pulmonary causes are a further common cause of a chest pain. ممكن يكون ذات الرئة والأسباب الرئوية أسباب أخرى لألم الصدر عند الأطفال. Cardiac disease is a rare cause of chest pain in children. الداء القلبي هو سبب نادر للألم الصدري عند الأطفال. Chest X-ray and ECG should be considered to rule out significant pathology. مثل ما قلت الدكتورة أول شيء، إذا كان في عندك بالفحص السريري والقصة السريرية سبب هام بيستدعيك إنه تطلب صورة صدر، اطلبها هي وتخطيط القلب. أما غير هيك ما في داعي. 9 حالات للأمراض التنفسية بكون خلصناهم إن شاء الله. تحبوا نتابع؟ لا بتحبوا ناخذ استراحه؟ حكيم خلينا نتابع. طيب ننتقل للاقسام القلبيه. 5-hour-old male newborn on the postnatal ward is noticed by the midwife because he looks blue around the lips and tongue. حديث ولادة طالعوا بعد الولادة ب5 ساعات كان في عنده زرقة حول الفم لاحظتها القابلة ولسانه أزرق. He is the first child of a 27-year-old mother with asthma who was taking inhaled steroids throughout her pregnancy.
أمه عمرها 27 سنة، هو أول ولد لأم مصابة بالربو، بتاخد كورتيزونات بخاخ أثناء الحمل. Antenatal scans were unremarkable. لما عملوا له فحص قبل الولادة ما في شيء للولد ولا أمه أثناء الفحص. She went into spontaneous labor at 41 weeks and there was thin meconium staining of the liquor when the membranous ruptured 1 hour before delivery. طقت مية الرأس قبل ساعة من الولادة، شافوا إنه في سائل أمينوسي كثير ثين رفيع يعني مريء لما ولدت هي بتمام الحمل بالأسبوع 41. السي تي جي اللي هو كارديوتوكوغراف مونيتورينج مقياس القلب الجنيني during labor revealed normal variability of fetal heart rate. كان نبض الجنين طبيعي أثناء المراقبة قبل الولادة. The baby was born by a normal vaginal delivery and weighed 3.3 kilograms. ولادة طبيعية 3.5 كيلو. The Apgar score were 7 at 1 minute and 8 at 5 minutes. يعني طبيعي Apgar score. الدائرة الأولى والخامسة. الفحص. The baby is not dysmorphic. His temperature 36.6. His central capillary refill time is 2 seconds. His lips, tongue and extremities are cyanosed. الولد ما عنده تشوهات ظاهرية، حرارته طبيعية، زمن عودة مثل الشعر ثانيتين، أطرافه زرق ولسانه وشفافه زرق. He is crying normally and has no sign of increased respiratory effort. عبيب كي كويس، ما عنده زيادة بجهود التنفسية. Heart rate 160 160 نبضه. Femoral pulses are palpable. يعني مكسوس نبض الفخذي. Heart sound are normal and no murmur is audible. ما حسنا نسمع نفخات ونبض الفخذي كان طبيعي. Oxygen saturation 70%. Oxygen 70. And doesn't rise with facial oxygen which has been administered by midwife. وما ارتفعت أكسجته لما حطوا له أكسجين بالفيس ماسك. There is no hepatosplenomegaly. ما عنده ضخامة كبدية تحاليل. غازات الدم الشريانية pH 7.25 حماض، يعني pO2 4.7 يعني نازل كتير، pCO2 5 يعني وسط. بعد 10 دقائق من هاي فلو فيس ماسك أكسجين، بعد 10 دقائق أكسجين على الماسك ما تحسنت الـ pH. pO2 5.3 ارتفع شوي، pCO2 5.2 هداوة. What's the most likely diagnosis? Official diagnosis. What do you do to interrupt the blood gas result? What's emergency management? شو ممكن يكون معه؟ تفضل. دكتور ممكن يكون عنده تي جي اي تبادل منشأ الأوعية الكبير بسبب ظهور الزرقة منذ اليوم الأول من الولادة. ممكن تعيد دكتورة؟ ممكن يكون عنده تي جي اي تبادل منشأ الأوعية الكبير. الله أكبر. ممكن رباعي. ممكن رباعي باله. رباعي باله. ممكن يكون رباعي باله أو تضيق أبهري حرج أو ردق دسام رئوي أو دسام أبهري أو دسام مثلث الشرف. أشياء تظاهرا هو فعلا تي جي اي. شو بنعمل طيب؟ بنخلي القناة السالكة مفتوحة، بنسرب البروستاجلاندين. أول شيء ABC وبعدين بنسرب البروستاجلاندين مشان نخلي القناة الشريانية مفتوحة. إيه كويس زملاء. في حدا تاني بيحب يشاركنا كمان بآراء أخرى؟ شكرا زميلي. هلا بالفحص الإصغاء القلبي كان موجود شيء بالقصة؟ لا نو ميرمر، الصوت طبيعي. ممكن في اس دي او اي اس دي. ليش يعملوا نقص بالأكسجين والزرقة؟ هدول الأفات غير مزرقة.
ممكن دكتور تتطور لحالة إنه الشنط ينقلب من ال عمره 4 ساعات دكتور، عمره 4 ساعات ما بلحق. أيوة تمام. ممكن يكون حكيم ارتفاع توتر رئوي، ممكن يكون ارتفاع توتر رئوي. نعم. إذا شكرا للزملاء، الله يعطيكم العافية. The baby is most likely has أو likely to have transposition of the great arteries. يعني فعلا TGA. There are a few congenital cyanotic heart condition that present on the first day of life. في عنا حالات قليلة ممكن تظهر أول يوم because in most cases the ductus arteriosus remains open at this age or this stage. يعني فنشر يعني بضل سالكي maintaining pulmonary blood flow and conditions such as pulmonary and tricuspid atresia. يعني رتق الصمام الرئوي ومثلث الشرف بيكون موجودين بس هون ما بتظهروا بهالعمر، هاد بتطولوا أسبوع أسبوعين ثلاثة أحيانا. ليش؟ لأن قناة شريانية سالكة، بس سكرت قناة شريانية بتبهدل الولد. والبلمونري بلود فلو would otherwise be severely restricted or absent. Severe abstin anomaly and obstructed total anomalous pulmonary venous drainage can produce early cyanosis. إذا شو هن الشغلات الثانية غير التي جي اي؟ إذا أول سبب بيعمل زرقة أول يوم هو هاد TGA. TGA هو اختصار stand for transposition of the great arteries. السبب الثاني هو تشوه إبشتاين الشديد severe إبستن anomaly اللي هو تأذن البطين الأيمن، أو أنه يكون لدي أيمن كثير كبير يعني والبطين كثير صغير وهي، أو شذوذ العود الوريد الرئوي الكامل اللي بيكون كمان بتظهر بشكل زرقة عند اليوم الأول. هدول بيعملوا produce early cyanosis. But these conditions are associated with significant respiratory distress. هون يكون respiratory distress يعني ابستن anomaly و total anomalous شذوذ العود الوريد الرئوي الكامل وتشوه ابشتاين يكون معهم شدة تنفسية، بس الولد بهي القصة ما كان عنده شدة تنفسية، كان عم نفسه مرتاح بس أزرق. Usually with respiratory distress in the context of the newborn who has suffered significant hypoxic, hypothermic, hypoglycemic insult, who has pulmonary hypoplasia or sepsis or sometimes unknown reasons. بالنسبة للPPHN اللي هو persistent pulmonary hypertension of newborn PPHN had ممكن يجي على شكل زرقة مثل ما قال الدكتور، ولكن عادة بيكون في شدة تنفسية ولد عم طحه بالهد، هو عم بعاني من نقص أكسجي حقيقي وحرارته قليلة، أو مثلا ممكن يكون عنده نقص بالسكر، وممكن يكون كمان في عنا علامات تانية تشخيص تفريقي هو نقص تنسج الرئوي أو تجرثم الدم. هذول بدهم وقت ليظهروا يعني. TGA اللي هو transposition of the great arteries accounts for up to 5% of cases congenital heart disease. 5% من نسبة الأمراض القلبية. وهو أشيع سبب is the commonest cardiac cause of cyanotic in the newborn. أشيع سبب للزرقة عند حديث الولادة هو TGA. The aorta and pulmonary arteries are transposed. يعني تبدل بين الرئوي والأبهر. الرئوي بينشأ من وين؟ من الأيسر، والأبهر بينشأ من الأيمن. Such that the right ventricle delivers deoxygenated blood returning from systemic circulation into the aorta and back to the systemic circulation. The left ventricle delivers oxygenated blood arriving from the lungs into the pulmonary arteries and back to lungs. These two parallel circulations would result in the vital organs never receiving the oxygenated blood, and hence rapid death if it wasn't for mixing the arteria via the foramen oval and between the aorta and pulmonary arteries, the ductus arteriosus. يعني
لازم يصير وصل بين الأيمن والأيسر بسرعة، يكون وصل بقناة الثقب البيضية أو الوصل بقناة الشريانية عشان نعطي دم وأكسجين للأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب والكليتين والرئتين. chest X-ray may show narrowed upper mediastinum. إذا عملت صورة الصدر فينك تشوف إنه المنصف العلوي يكون ضيق كتير due to the abnormal position of the aorta and pulmonary arteries بسبب التوضع الشاذ للشريانين الرئوية الأبهرية، الشريانين الأبهري والرئوي. إيكو القلب ممكن يكون كتير ضروري لتأكيد التشخيص، طبعا هو بتأكد بإيكو القلب. هلا اختبار فرط الأكسجة اللي هو the hyperoxia test provides a mean of diagnosing whether cyanosis is due to cardiac or respiratory cause. يعني اختبار فرط الأكسجة المفرط اللي هو لازم يكون طبيعيا بهذا الشكل. normally arterial PaO2 ضغط الجزئي الأكسجين الشرياني أكثر من 9 كيلو باسكال and raises to more than 20 كيلو باسكال after exposure to 90 to 100% oxygen. If the PaO2 fails to raise, this is strongly suggestive that cyanotic heart disease. يعني إذا أنت عملت اختبار الأكسجين المفرط اللي هو إنه أنت لازم خلال 10 دقائق تعطي أكسجين مفرط للولد بالفيس ماسك أو بالنزل كانيولا أو بأي طريقة لتزويد الأكسجين، لازم الضغط الجزئي الأكسجين الشرياني يرتفع أكثر من 20 كيلو باسكال بعد التعريض ل 100% أكسجين أو 90%. إذا ما مشي الحال ما ارتفع الضغط الجزئي، هو بدل على السبب القلبي لأن مشكلة قلبية. لأن هون شفته بعد ما أعطيناه نحن للولد بالسيناريو إيش قد أعطيناه؟ حطيناه 10 دقائق أكسجين، الـ PO2 كان 4.7، شقد صار 5.3، يعني ما ارتفع شيء، لازم يزيد فوق 20، وضل 5.3، معناته على الفاضي، معناته مشكلة قلبية. فهذا دليل يعني كبير. Persistent fetal circulation can also result in a lack response. There is already evidence of tissue hypoxia in this case, as there is a metabolic acidosis. في حماض استقلابي، في مشكلة، في نقص أكسجين نسيجي. أيضاً استمر الدوران الجنيني اللي هو persistent fetal circulation هو نفسه ارتفاع التوتر الرئوي أيضاً ممكن يترافق بهالمشكلة هي اللي قال على الدكتور الزميل اللي شاركنا بالتشخيص التفريقي الأخير. emergency management involves commencing a prostaglandin. إذن أهم شغلة شو تعمل؟ تبلش تسريب البروستاجلاندين. كيف بنسربه؟ بنفتح وريدين، الوريد الأول نحط فيه بروستاجلاندين، وريد تاني بنحط فيه إيش؟ دوبامين، يعني بروستاجلاندين بينزل الضغط. infusion to maintaining patency of the ductus arteriosus حتى نبقي القناة الشريانية سالكة. correction of the metabolic acidosis may require administration of sodium bicarbonate حتى نصلح الحماض الاستقلابي الموجود لازم نسرب بيكربونات الصوديوم. لكن هون في شغلة، لا ينصح بإعطاء بيكربونات الصوديوم بأعمار صغيرة كثير، ولا ينصح بإعطائها قبل تسريب بروستاجلاندين. ليش؟ لأن تصحيح الحماض الاستقلابي يساهم في تسريع إغلاق القناة الشريانية، فلازم تتأكد أن هي أعطيت بروستاجلاندين بلش ياخد مفعوله وبلش القناة تضل مفتوحة بعدين تعطي بيكربونات. An emergency balloon arterial septostomy will probably be needed to improve mixing oxygenated and deoxygenated blood to the arterial level. لازم تعمل شنط تدخل قسطرة وتعمل خزع وبضع الحاجز الأذيني حتى تمزج الدمين مع بعضهم. Ultimately, an arterial switch operation will need to be performed to provide an anatomical correction. بشكل نهائي لازم تعمل مزج كامل للدمين ببضع الحاجز الأذيني. The additional of pulse oximeter to the routinely newborn physical examination performed within first 72 hour of life has been proposed to increase deletion or detection of cyanotic congenital disease.
الولد قبل ما تخرجه على البيت لازم تعمل له اختبار بلس اوكسيمتر، تحط له مقياس التشبع الاكسجيني على ايده اليمين وعلى احدى القدمين. ايده اليمين اسمه قبل القناه، واجرينه هن بعد القناه. اول 72 ساعه كثير ضروري، ولو تعمله مره على الاقل. ميجر اوكسجين ساتوريشن اف يو هاف اني سسبشن ذات بيبي مي بي كونسيست ساينوس. The absence of murmur doesn't exclude serious congenital heart disease. مثل ما قال الدكتور، الدكتور في عنده شيء نفخة بالقلب؟ ما عنده، بس عدم وجود النفخة ما بينفي الداء القلبي الخلقي. قياس التشبع بالأكسجين كتير ضروري، خاصة أول 24 ساعة. إذا ملخص الحالة، طفل عمره 4-5 ساعات، كان أزرق كتير، ما عنده جهد تنفسي. أشياء تشخيص تفريقي هو تبادل منشأ الأوعية الدموية، الولد أزرق، شفايفه زرق ولسانه أزرق. اما لو كانوا بس ايديه واجري زرق ولسانه وردي زهري احمر، شفايفه ورديات زهريه حمر، هذا غالبا بروده محيطيه ليس افه قلبيه. شو بتعمل اول شغله؟ بتعمل تحط مقياس الاكسجين على ايده اليمين وعلى اجرينه، اذا لقيت اكسجين نزله خلص معناته هذا غالبا افه قلبيه. بتعطيه اكسجين 10 دقائق، ترجع بتعمل غازات دم شريانيه، غازات دم شريانيه لازم تتحسن اكثر من 20 كيلو باسكال، ما تحسنت خلص هذا تي جي اي ممكن يكون. ممكن يكون سبب ثاني اللي هو تشوه ابشتاين او تبادل منشا الاوعيه الدمويه الكبيره. لكن بتبادل منشأ الأوعية الدموية الكبيرة وبشتان بيكون في عنده جهد تنفسي شديد. أما إذا ما في جهد تنفسي فهو تبادل منشأ الأوعية الكبيرة حتى هي يثبت العكس. هون الأهل شو بيعملوا؟ بيقول لك دكتور ما في شيء، الولد ما عم بهت ولا عم بطحها، برضع منيح بس لونه أزرق. إيه عادي، بلكي الزقة تروح معاه مع الوقت. شفت أنا هيك حالات، جتنا حالي من جرابلس بس بجت باليوم الثاني إنه يا دكتور ولد ما عم بطح ولا عم بهت بس أزرق، شوف لنا إيش وضعه. ففعلا عملنا مقياس الاكسجين، طلعت اكسجين 60، حولناه للتداخل الجراحي مباشره بعد ما اعطيناه بروستاجلاندين. حكيم شو ليش تضيق، ليش تضيق، ليش ارتقى الصمام الرئوي والصمام مثلث الشرف ما بتظهر بمرحله اول يوم يومين ثلاثه، ممكن يحتاج 10-15 يوم، لاني بيكون قناه شريانيه غالبا سالكه او في فتحه بين الاذينين او فتحه بين البطنين او قناه البيضيه، هي بتساهم بابقاء الاكسجين على حاله. ولكن عندما تنغلق قناة الشريانية بتمهدل الوضع الولد. تفضلوا. فهون علاج انه تدخل بالون وتعمل خزع للصمام الرئوي او صمام ثلاث اشرف. تفضلوا زملاء، شو عندكم سؤال؟ الدكتورة كنت عم تسألي سؤال؟ في سؤال زملاء؟ العلاج هو قبول في العناية المشددة إن آي سي يو وفتح وريدين ووصل الطفل إلى المرقاب واحتمال احتياجه للدعم التنفسي، نفتح